وبناء عليها بيجيلي كده وبناء عليها بكتب القصيده. فكلمه شرلح دي قبل طبعا ما احطها دورت عليها قلت هل موجوده في القاموس. كده بمنظر ده من اول يوم ان شاء الله هنبقى في اخر يوم وده هيبقى زي الرسم لدار كليوباترا. ركن الفتوى من ضمن فعاليات جناح الازهر الشريف في معرض القاهره الدولي للكتاب، بنقدم الخدمه لزوار الجناح. يلا 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 ليها علاقة بتأمل الحياة.